بنرحب بحضراتكم من جديد. خلاص بدأ العد التنازلي لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة، كلها كام يوم هيبدأ طلابنا في كل محافظات مصر الامتحانات. الوقت ده طبيعي ان الطلاب بيحسوا بنوع من الخوف والتوتر، كمان الأهالي بتبقى عندها كده خوف هم كمان وتوتر، والاتنين بقى بيوتروا بعض والموضوع بيبقى صعب جدا. خلينا نعرف كده مع حضراتكم النهاردة روشتة ازاي يكون الطلاب والأهالي كمان مستعدين بدون أي قلق، إزاي يتعاملوا مع صعوبات اللي ممكن تواجههم قبل ما يدخلوا الامتحانات. كل ده هنجاوب عليه دلوقتي مع دكتورة سهام حسن الأخصائي النفسي وتعديل السلوك اللي منورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور، منورانا. صباح الخير. صباح النور عليك وعلى كل الطلاب اللي داخلين للماراثون، وربنا يا رب يوفقهم. ربنا معاهم يا رب. ربنا معاهم. طيب دكتور، يعني معظم طلاب الثانوية العامة، احنا عندنا الأهالي عندنا دايما معتقد ان الثانوية العامة هي اللي بتحدد مصير الطالب، فالطلاب بيبقوا مضغوطين والاهالي اولياء الامور كمان بيبقوا مضغوطين. فعايزه اعرف كده منك بدايه، فكره الضغط دي، في ناس بتقول لما يكون متوتر وشده يبقى احسن عشان يذاكر اكتر، كلمينا بقى عن الموضوع ده وايه الاحسن ونتعامل ازاي. بصي، خلينا نقول ان احنا عشان نخفف الضغط اللي واقع على الطلبه، احنا محتاجين ان احنا نخفف الضغط اصلا على اولياء الامور، ان احنا يلا عايزين نشوف نتيجه تعب السنه كلها، ويلا هتعمل ايه، او لو انت لعبي ما ذاكرتش وما حصلتش. فالنقطه دي كلها اصلا بتبقى واقعه ضغط على اولياء الامور، فبالتالي بيضغطوا من خلالها على الطلبه. وطبعا زي ما انت قلتي، نقطه ان انا اصلا من البدايه شايف ان هي اللي بتحدد المصير، ده للاسف حاجه غلط، لان انا ما بعودش ابني على ان هو يخلق لنفسه هدف، ده رقم واحد. واغلب المشاكل السلوكيه اللي بتجيلي في مرحله المراهقه الخاصه باعدادي والثانويه عامه، انت عايز تنجح ليه؟ عشان بابا وماما عايزين كده. طب انت عايز تطلع ايه؟ مش عارف لسه، بابا بيقول ماما بتقول. لكن فكرة ان هو يبقى عنده هدف هو اللي بيسعى عليه وبيحركه، للأسف ما بتكونش موجودة. وده اللي بيخلينا نشوف الأطفال اللي هي من صغرها لحد ما توصل لثانوية عامة وهم لعبيين، لأن المحرك الخارجي هو الأب والأم، لا يوجد هدف للتحريك ان هو بيسعى ان هو يوصل لكذا، او انا نفسي اطلع كذا. فبنلاقيه ان هو انت طول السنه مقضيها لعب، انت طول السنه مش قاعد بتذاكر، اتفضل بقى اقعد ذاكر. بس ده ما يمنعش انه لازم يكون في محفز. المحفز لازم يكون داخلي، ما هي الفكره كلها ان انا بعود ابني ان هو يتحمل مسؤوليه قراراته واختياراته، مش انا اللي بختار وانا اللي بقرر بدل منه. فباجي عند وقت الامتحانات للاسف بلاقي بقى المحصله اللي هي للاسف مش قابلها، او متوسطه، والدرجات دي لا انا ما كنتش عايز كده. فبالتالي انا برجع عليه هو باحباط، ان انا خيبت أمل اللي انت كنت حاطه ليا، او للاسف خليت سقف التوقعات ينهار. ليه؟ لان انا متوقع حاجه انا اللي راسمها كولي امر، مش اللي ابني عليها، وبتفادى تماما قدراته العقليه. ما هو ممكن يكون الناس اللي للاسف بتفرض على اولادها ان هو يكون علمي مثلا عشان انت هتخش الكليه الفلانيه، طب هي قدراته مش علمي، نسبه ذكائه لا تؤهله اصلا ان هو يكون. انا معاكي، بس مثلا ممكن ولي امر يقول انا ابني لسه صغير مش عارف يختار، فانا بساعده في الاختيار. لا مثلاً، المفروض ان انا بعرفه كل حاجه وهو اللي يختار. بمعنى يعني هدي لك مثال بسيط كده، دايما لما بتيجي حتى المشاكل من الامهات، انا مخليه ابني يتعلم سباحه، او انا مخليه ابني يتعلم كوره، يلعب كره قدم. طب هو عايز ده؟ ما هو مش عارف، فانا قلت له يروح يلعب، بس راجع من التمرين مش عايز يتمرن. ليه؟ هي حاجه اتفرضت عليه. انا مش عايز ده. بيجي بقى بعد كده حضر مره اتنين تمرينه، خلاص لا انا مش عايز، لا هتكمل، لا مش عايز، وصريخ وعياط جوه التمرين. فمن وهو صغير انا ما عودتهوش ان انا بشرح له كل حاجه وهو يختار، لان الاختيار هيلزمه بان انا هتحمل مسؤوليه اختياري، فبالتالي هسعى طول الوقت ان انا استمر فيه. فهي نقط متتاليه. اعتقد كمان مراقبه السلوك نفسه، يعني مراقبه الطفل بيحب ايه، لما بيروح السباحه زي ما حضرتك قلتي مثلا بيرجع مبسوط ولا لا، لما بيروح الكوره بيرجع مبسوط ولا لا، لما مثلا يعني مخه مثلا بيستوعب الحفظ اكتر مثلا، ولا الفهم الرياضيات مثلا، ولا يمكن الحاجات الادبيه والتاريخ، يعني صحيح. بتختلف برضو، لازم يبقى في ملاحظه للطفل. صحيح. ميول الطفل هيخليه طول الوقت عنده حب ان هو يكمل فيه ويبدع فيه، وحتى لو فقدت الحماس والشغف، كلنا كده اللي هو انت بتحبي شغلك، بس بيجي عليك وقت مش عايزه اروح. بس بيبقى وقت مؤقت، وبعد كده بترجعي تاني بمنتهى الحماس. بس مجرد الروتين ممكن بس كسر حلقه الروتين، لكن الفرد لا، مش هيرجع تاني، هو مش عايز، مش قابل اصلا ان انا بعمل حاجه مش بحبها، فبالتالي مش هبدع فيها. وده برده في المذاكره، لان انت مثلا دلوقتي طالبه في ثانويه عامه،
فانت اخترتي علمي لان انت مثلا وليكن مش عايزين نحصرها برضو في كليات القمه ودي هنتكلم عليها، انا عايزه اطلع اللي انا مرسمه لنفسي. فهتلاقي ان انا عندي طرق ابداعيه في ان انا عايزه اذاكر، هلخص، هعمل مثلا خرائط ذهنيه واستخدم الوان كتير واحط مثلا الريد لاينز، هشتغل، انا عايزه، انا بحرك نفسي ناحيه النجاح، مش اللي هو ذاكري بالطريقه الفلانيه، لا انت ما حفظتيش ده هاجي اسمعلك، كل ده بيضغط وبيوتر. في نقطه ثانيه برضو بيبقى اسلوب ضغط، فكره المقارنه طبعا، ان انا احط لا لازم تبقى زي بنت خالتك، تبقي زي بنت خالتك، وانت لازم تبقى زي ابن عمك، وشايف ده هو ليه جاب درجه احسن منك، هو احسن منك في ايه، عنده ايه مش عندك. النقطه دي كمان مهمه جدا يا دكتور، واللي زيها بالظبط بالظبط يعني، وبشوفها ان هما الاثنين يعني ليهم نفس القسوه النفسيه على الطالب، اللي هو ما تضيعش تعبي ومجهودي وبصرف عليك من اول السنه. هو حضرتك كاب وام انت المطلوب منك ان انت تعمل ده، انت بتوفر طالما تراضيت وتقبلت من البدايه ان انت تكون اب وتكوني ام، فانت شايله الاكل والشرب وان انت بتوفري لابنك الحياه الكريمه اللي هو يقدر يعيش فيها ويتربى تربيه نفسيه سويه. مش هاجي في وقت من الاوقات اقول له انا مثلا طالع عيني عشان اصرف عليك وطالع عيني عشان اوفر الدروس اللي انتوا بتعملوها، انت كده بتعايري، انت بتمني، لا انا يعني انا ما طلبتش منك كده. بتلاقي بقى قد كده العيال لما بيوصلوا لمرحله المراهقه، انا ما طلبتش منك كده، بس انت طالما انت يعني انا ابنك انت لازم تصرف عليا. هي الفكره كلها حبيبي مثلا ايه الاختيارات بتاعتك وانا هشجعك ان انت توصل لها على قد اللي معايا، على قد مجهودي، مش لازم اروح استلف وازنق نفسي في دروس واعمل حاجات كتيره جدا واحس بضغط وبعبء، وقت ما بقى خلاص سقف توقعاتي اللي انا حطيته ينهار هرجع عليه هو بلوم، هو لا يلام. طيب هو التشجيع بقى، بالنسبه للتشجيع وتحفيز الطلبه دلوقتي، هل مهم قوي التحفيز اليومين دول ولا المفروض نكون على مدار العام طول السنه؟ يعني ما سيبوش طول السنه واجي في اخر اسبوع قبل الامتحانات ذاكر ذاكر، انا عايزك تجيب مجموع عالي، انا عايزك تدخل كليه من كليات القمه، انا عايزك تبقى مهندس، انا عايزك تبقى دكتور، انا فهماني يعني هل ده المفروض يبقى طول السنه انا بشجعه بحيث ان هو يجي قبل الامتحانات يبقى مهيئ نفسيا مش مضغوط؟ التحفيز اكيد حاجه مهمه، والحاجه اللي بتخلينا احنا نتوتر ان احنا رتم حياتنا بيبقى ماشي بايقاع وفجاه بيختلف الايقاع ده، فبتلاقين ان احنا توترنا، هو في ايه اللي حصل، امتحانات، لا لا لا، ويبدا الركه. انا محتاجه ان احنا نشوف ماشيين طول السنه ازاي احنا هنخش الامتحانات كده. الامهات والاباء اللي بيوقفوا تمارين، اللي بيوقفوا اي نوع من انواع الترفيه، لا بقى قفل التلفزيون وهات الموبايل ويلا معسكر دراسي، لا لا لا، كل ده بيضغط. يعني نسيبهم يتفرجوا على التلفزيون ويمسكوا الموبايلات ويروحوا التمرين والجيمز ويروحوا التمرين يعملوا ولو عايز يخرج يخرج في فتره الامتحانات. طبعا طبعا، انت محتاج ان انت تقلل الضغط اللي واقع على نفسك اصلا والشد، لان انت محتاج العقل كده كده ان هو ياخد بريك. البريك الحاجه اللي هيحبها، ما تقولوش المذاكره ما بتخلص، انت ذاكرت قد ايه يعني ساعتين، ساعتين وحصل. في اطفال او في يعني كبار احنا مننا نسب ذكائنا عاليه جدا، والذكاء البصري بيكون عند الطالب شغال حلو قوي، فتلاقيه مجرد ما بص في الدرس حفظت، هسمع سمع، وتلاقيه سمع فعلا. لكن انا لما بقعد واقول له لا المذاكره ما بتخلصش، هتلاقيه ان هو ماسك الكتاب عامل قال هو بيذاكر، بس هو طبعا دماغه في اي حاجه تانية، قاعد سرحان بيلعب، فولا بيرسل. هو اتبسط بوقته ولا هو حصل حاجه بس، ولا خرج الطاقه السلبيه اللي انا طول الوقت ذاكر يلا امتحانات. لا حبيبي، مثلا دلوقتي انت ليك نص ساعه، وقف دلوقتي مذاكره، تعمل اي حاجه، اشغل تفكيرك في اي حاجه تانية، اعمل اي حاجه انت بتحبها، عايز ترسم، عايز مثلا تفتح تكلم اصحابك، تطمنوا على بعض وصلتوا فين في المذاكره، لو عايز تنزل تقابلهم وترجع مفيش مشكله، التمرين مثلا بتاعك الساعه 6 يلا نروح التمرين ونرجع نكمل تاني. انا محتاجه الفصله دي، انا محتاجه حرفيا ده، علشان انا مش طول الوقت هكون مشدود فاجي قدام ورقه الامتحان انا نسيت. الخوف بيحركك للنسيان، وبيبقى نسيان مؤقت لان العقل دلوقتي تحت تهديد، يلا عشان هتجاوب على كل الاسئله دي، انا اول مره اشوف الاسئله دي، لا 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 لا، وهو يكون مذاكرها امبارح. وده اللي بيحصل، انا مش لسه مسمعه ومذاكره لك السؤال ده، ده جيب النص ما اعرفش، ما لا ما شفتوش. بتحصل طبعا، ده بتحصل كتير. الخوف والتوتر بيخليكي يعني بتدي رد فعل معاكس للي انت كنت مستعده ليه. طيب دكتور، زي ما حضرتك قلتي الاهالي بتعمل كل فسعها عشان تقدر تامن مستقبل اولادها وكمان يخرجوا احسن منهم، وزي ما حضرتك قلتي لازم كمان يكون في من هو طفل بيبقى فيه مراقبه وملاحظه للسلوك عشان اقدر ابقى عارفه، او الميول كمان عشان اقدر ابقى عارفه الطفل بيحب ايه. لكن خلينا برضو يعني نروح لبعض الحالات، في ناس، في شباب يعني مراهقين مثلا في ثانويه عامه، في بيبقى لسه ما يوصلوش قوي اللي هم حابين ايه او عايزين ايه، في منهم بيبقى
مهمل شويه في دروسه، في شويه بيبقى مش مدرك كمان حتى التعب اللي بيتعبه اهله فعلا عشانه، مش شرط زي ما حضرتك قلتي يبقى من باب المنه والمعايره، ولكن خلينا نتفق ان الاهالي فعلا بتتعب عشان ولادها. في بعض المراهقين او في بعض الطلبه ما بيبقوش مدركين ده، ولا هم لسه عارفين هم عايزين ايه، ولا مش عارفين، فبيذاكروش ومش عارفين يعملوا ايه. ازاي الاهالي او الاسر اللي عندها ابن زي ده او بنت زي دي او طالب ثانويه عامه هي شايفه ان هو لسه ملوش ميول، ما مش مهتم بالمذاكره، مش عايز يعمل حاجه، ايه اللي يحصل؟ اتاخرت قوي في مراقبه الميول، يعني انا مستنيه لما يوصل الثانويه عامه وبعد كده انا براقب واشوف ايه القدرات اللي هو ناجح فيها وببدا وقتها بقى اللي هو يلا عايز تخش كليه ايه، او انا شايفه ان انسب لك. لا، هو من بدري انا بلاحظ ميول الطفل. بس احنا في الموقف دلوقتي، لا دلوقتي بتاع دلوقتي والان ده للاسف هي بتوتره وهتخليه سيء الاختيار او هيتفرض على الاختيار. وبرده هرجع لومه تاني، هي الفكره دلوقتي انا مميز ودرجاتي عاليه في ايه؟ لو انت بتقولي هنا والان على نتائج مثلا الامتحانات والتقديرات بتاعه الثانويه العامه، فانا محتاج ان انا اشوف الدرجات العاليه في المواد، ابني على اساسها هيتحرك علمي ولا ادبي. لكن انا بتكلم في نقطه اكيد اللي بيسمعونا ممكن تكون مثلا عندها ابن ثانويه عامه وابن تاني صغير، انا محتاجه اراقب الصغير ده ايه ميوله بالظبط، ايه ميوله، ايه قدراته، ايه ذكاء، نوع ذكاء، وانت عندك 8 انواع ذكاء، ودلوقتي كمان بيكلموا ان هو اكتر من كده، فانت محتاجه تشوفي ابنك ده هو نوع ذكائه ايه، وعلى اساسه هتلاقي ان هو بيتحرك في المواد. يعني في ناس مثلا ذكائها عددي فهتلاقيه مميز جدا في الحساب والعمليات الحسابيه، فهيبقى سهل عليه ان هو يخش مثلا علم رياضه، هتلاقي ان هو بيتوجه مستقبله بالطريقه دي، انا عارفه نقاط القوه ونقاط الضعف بتلاشاها، لكن مش هفرض عليه ان هو يكون مميز في نقاط الضعف. هو مثلا مش علمي، ما عندوش القدره على الفهم والكيمياء والفيزياء، لا انا مصره وبدخله يجيب لي درجات قليله، فاضطر ان انا يعني خلاص برضو اضغط على نفسي واكتر من كده بكتير ان انا احطه مثلا في كليه خاصه او في جامعه خاصه. مين اللي بيضغط على نفسه؟ انت كولي امر، لان انت مصر ان هو ينفذ لك الصوره اللي انت رسمتها في ذهنك عنه. وفي الاخر تحس ان انت دفعت فلوس كتير طبعا، وهنا يجي بقى الوقت بتاع اللي انت بتتكلمي فيه اللي هو ايه، بيمن على ابنه يقول له شوف انا عملت لك ايه، وديتك جامعه خاصه وفي الاخر انت ما نجحتش وما حققتش اللي انا كنت عايزه، وفي النهايه ولي الامر هو السبب. طيب احنا اتكلمنا عن دعم ولي الامر للطالب او الطالبه اللي في ثانويه عامه، هل دعم الطلبه لبعضهم مهم؟ هل ده محفز؟ هل ده ممكن يشجعهم على المذاكره؟ اكيد اكيد، انا ببقى شايفه دايما طول الوقت ان انا في امهات بتبقى بتقول لا انا مش عايزاه ان هو يذاكر مع اصحابه، اصحابه دول مصدر التلف، فلو قعد مش هيستفيد بالوقت معاهم. فانا من رايي ان انا لما يكون ابني مثلا وليكن مخلص المذاكره بتاعته، مفيش ما يمنع من ان هم يراجعوا مع بعض، لان برضو يعني دول اصحابي، دول اللي هم مستوى ذهنهم وتلاقيهم الفكري زيي. لكن انت كاب وام ومدرسين انت جاي لي من فوق دور الواعظ اللي هو طول الوقت بيوجه بالعصايه او مثلا بشكل تعسفي، لكن احنا قاعدين بنهزر بنضحك بنرجع شويه بنتكلم شويه، ده انا محتاجاه عشان هو بيطمني ويقلل التوتر. فدي نصيحه اكيد طبعا، ان انا لما مثلا اشوفهم يا ماما وصلوا لحد فين في المذاكره على الجروب الواتساب، اوكي مفيش مشكله، مش لا هيشتتوك ولا انتوا لعبيين، انا بدور على الطريقه اللي تطمنه وتهديه، مش عايزاه يخش ان هو تك 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 تك، او يخرج نسمع الحوادث اللي للاسف اللي هم الطلبه يعني ربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهلهم، اللي انتحر واللي هو لا مش راضي عن ده فمش عايز يخش بقيه الامتحانات. ونصيحه مهمه، اللي حصل في اول ماده بلاش ان انا اخليه معايا على طول الخمس مواد الباقيه، خلاص اللي حصل حصل، نركز في اللي جاي. بالظبط، نركز في اللي جاي ليه؟ لان انا هاخد من مجهوده كتير جدا في ان انا واقف عند نقطه هو قصر فيها، واحساس التقصير واحساس الذنب هيفضل ملازم معي، وان انا فشلت في الاول فانا هفشل في الاخر. اللي حصل حصل، قدر الله ما شاء فعل، نركز في المواد اللي جايه، ربنا معاهم ان شاء الله ويوفقهم كل اخواتنا الصغيرين في الثانويه العامه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره سهام حسن الاخصائي النفسي وتعديل السلوك، شكرا جزيلا ليك. شكرا.